صباح الخير، شكرا لكم على تلبيتكم لهذه الدعوة إلى مبنى السفارة العراقية في لبنان، وأهلا وسهلا بكم. بداية، نحن كعراقيين دولة وشعبا ومؤسسات نشد من كل قلوبنا على أيدي اللبنانيين الذين يعيشون في أصعب الظروف التي يمر بها لبنان العزيز على مختلف الأصعدة، منها الأمنية والسياسية والمعيشية والاقتصادية. ونحن كدولة عراقية نمد يد الدعم والعون إلى مختلف الشعب اللبناني الشقيق، ولن نتخلى عن هذا الشعب الطيب مهما اشتدت المصاعب، ونحن مستعدون للمساعدة في مختلف المجالات الاقتصادية والأمنية. ولكن في النهاية يحز في نفسي ورغما عني أن أتوجه إلى كل أفراد الجالية العراقية في لبنان، طالبا منهم مغادرة لبنان فورا والعودة إلى العراق الذي هو حاليا أكثر أمانا من لبنان الشقيق، ونعدكم بالعودة مجددا إلى لبنان الشقيق دون تردد، وعندما تهدأ الأمور ويعم الأمن في كافة مناطق هذا البلد الحبيب. اعذرونا، ليس لدينا أي حل آخر. شكرا لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.